في فقرة الصحة بمناسبة يوم القلب العالمي، جولة على أمراض القلب والأوعية الدموية خصوصا في فترة انتشار كورونا. أمراض القلب والأوعية الدموية مصطلح عام للحالات التي تؤثر على القلب أو الأوعية الدموية، عادة ما يرتبط بتراكم الترسبات الدهنية داخل الشرايين وزيادة خطر الإصابة بجلطات الدم. يمكن أن تترافق أيضا مع تلف الشرايين في الأعضاء مثل الدماغ والقلب والكلى والعينين. هناك أنواع مختلفة من الأمراض القلبية الوعائية، أربعة من الأنواع الرئيسية. يحدث مرض القلب التاجي عندما يمنع أو ينخفض تدفق الدم الغني بالأكسجين إلى عضلة القلب، فذلك يضع ضغطا متزايدا على القلب ويمكن أن يؤدي إلى ذبحة صدرية ونوبات قلبية وفشل القلب. السكتة الدماغية تحصل عندما يتم قطع إمدادات الدم من جزء من الدماغ، مما يؤدي إلى تلف الدماغ وربما الموت. تتشابه النوبة الإفقارية العابرة والسكتة الدماغية الصغيرة، لكن تدفق الدم إلى الدماغ يتعطل مؤقتا فقط. مرض الشرايين المحيطية يحدث عندما يكون هناك انسداد في شرايين الأطراف وعادة في الساقين. أمراض الشريان الأبهر هي مجموعة من الحالات التي تصيب الشريان الأبهر، وهو أكبر وعاء دموي في الجسم ينقل الدم من القلب إلى باقي الجسم. أحد أكثر أمراض الأبهر شيوعاً هو تمدد الأوعية الدموية الأبهري، حيث يضعف الشريان الأبهر وينتفخ للخارج. لا سبب دقيق للأمراض القلبية الوعائية، ولكن هناك الكثير من الأشياء التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بها: ارتفاع ضغط الدم، التدخين، ارتفاع نسبة الكوليسترول، مرض السكري، الخمول، زيادة الوزن أو السمنة، تاريخ عائلي من أمراض القلب والأوعية الدموية.